ولكن ما الذي يجعلك واثقا بأن سلاحك يضاهي سيف الكوبالت قوة؟ إنها سهلة، اسأل معلمك أرمادا. في أحد الأيام كنت جالسا أصنع سلاحي، أردته أن يكون سلاح الأكثر تميزا وقوة في عالم البيدة. من قال لك إنني سأسمح بأن تستولي على سلاحي؟ لم يكن أمامي مجال للرفض، ففكرت في أن أخضعه لاختبار صعب. والآن صار قيصر الظلام ملكا لي يا معلم. سيف الكوبالت وقيصر الظلام سلاحان متكافئان قوة، فقد صنعتهما بالطريقة نفسها. لكنني أدعوك للنزال أمام الجميع. إذا كنت مصرا على هذا النزال فأنا موافق. أنتم جميعا على حق، يجب أن أستعد جيدا لهذا النزال. إن كنت بطلا في لعبة البيدة فأنا أدعوك للنزال. لقد تحطم سلاح بيتر كاملا. السلاح مصنوع بطريقة سيئة. ماذا تقصد بقولك؟ هذا السلاح ضعيف جدا، فهو مصنوع من مادة رديئة سريعة التحطم، ثم إنه يفتقر للأجزاء الداعمة. الغشاش! اسمع يا بيتر، يجب أن أجد طريقة ما لجعلك تشارك في البطولة. هيا أعد إلينا نقودنا. تريدون نقودكم إذن؟ اسمع يا هذا، إما أن تعيد إليهم نقودهم وإما أن تنازلني في الحال. الكرات تفقدني توازني وتجعلني غير قادر على التسديد. خطتنا تسير على ما يرام. يا ماتو الجدار، سنرى كيف ستفيدك خدعتك الآن. في الغد سوف أقاتل بكل قوتي لكي أفوز في المباراة لأجلكم.